الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله 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 انا اخويا ما شاء الله هان المدينه دور الدين دور الدين يرضي عليك اودا يوسف يرضي عليك ريحه سويل الملح انا وريني يا يوسف وريني انا اخويا واحد الخرفان والله يلسنا الحيره اللهم بارك باس بلاد الصومو هذا مال تبارك الله شحال في هذه اللي هنا شحال فيها من كيلو تبارك الله انا اخويا هانا انا الحقيقي هانا اللهم بارك حقيقي المعلم راه يوسف عيط عليا من المحل قال لي اجي تصور هذا ولكن انا غتصور لي وتكمل لك حتى تصايبو غنفيلي كل شيء وداك الشيء غيبان زين يلا انا طالع عندك دابا يلا انا يوسف ما نسانيش ها هذيك ودا بو يوسف انا البروفيسيوني اللهم بارك انا سيدي انا خويا سير اودا سيوز الله يعطيك الصحة والسرعة فينيسيوس السرعة انا فينيسيوس السرعة الله يعطيك الصحة اودا سيوز انا تبارك الله اللهم بارك شو الدم شو الدم شو الدم اللهم بارك شو هذا باقي الله جايين لا لا ديال النهار هذا اللهم بارك عرفتي من جاي عندي هذا الماد؟ والله الا جاي من المعارف هاد السيد هذا هذا مولا ثلاثة بياسات او الصحة والراحة سيدي كنت فيه اليوم ليل وراه عارف عند من جا هانس هانس يوسف هاو مرحبا بكم عندنا في سوق النموذج هذا المعلم هشام مرحبا 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 هانس السرعة والإدخال اللهم بارك هانس مليح 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 يوسف كينقي فيه وفرحان شحال تكون مليحة يرضي عليك اودا يوسف يرضي عليك ريحة سويلة الملح ريحة سويلة فيها والله ملي كيكون جديد سير اودا زوين والله إلا كتخدم وأنت فرحان فرحان بيا ما خويا جابهم لي هادو راه عندي فيهم خدمة مزيان سير أنس الله يجزيك ضرب فيني تبارك الله اللي وصلنا البرتقالي الاورانج الليمون تبارك الله اللي وصلنا تبارك الله اللهم بارك ما شاء الله تبعوا معنا الاطاف ديال الخدمه والله الا تهيت ناكلو خضر بحال هكا ودايوس يا بسم الله توكلنا على سيدي ربي تبارك الله تبارك الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله 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 انا اخويا بصحة مواليها صحتهم سير اولادي سير انا 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 اللي بغيت هلا بحباب ونساب هو المعلم انا انا هالجهه الاخرى تا هي اللهم بارك تعطيني السيب كيمشي بحال انا سيدي هذا راه مصوبه قبيله هذا نحيلها سير هذا هذه كانت كتسنى بيتا نجي انايا هاي ها
تبارك الله ما شاء الله. سير اودي سي يوسف بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هانس هانس الله يصحى عليك هانس. ها مرحبا بكم. مرحبا 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 والف مرحبا. مرحبا انا دير لنا ابوني. هلا ما تنساوش لنا ابوني. ها يوسف قال لكم ديروا ابوني باش يوصلكم الجديد. والمهدي آه. أقول لي ما نتخلص نخلص الديار المقصود يكون في الحوض كامل تخلص. هذاك الشيء اللي كاين. سير هذا الله الصحة. الله يخلف. فرش يا خو العياضر هنايا. ها؟ انت شو بقبري وقال اللهم بارك. فرش يا خالي فرش. فرش لي يا خويا فرش لي. جديد اهلا. هادير طابلية وفوطة وراني بيلوط. وين وين؟ الله. هذه هيا دير طابليه والبوط وقرن البيلو. هلا صوف يا سي يوسف الله يعطيك الصحة. السلام عليكم ورحمة الله. سمحوا لي على التدخل هذا وسط من الفيديو. المهم حنا غنكملوا طنطين ان شاء الله. غير اللي بغيت نقول لكم وهو راه ما درتش واحد اللقطة ديال نسيت عندي واحد كليان ومشيت للمحل ديالي ديال كيفاش كنحيدوا الشوك من اللحم ديال الصومة. انا غنوري لكم الفيديو اخر ولاحظوا معايا مزيان كيفاش كيتحيد الشوك من وسط من اللحم باش الوليدات وداك الشيء ياكلوا ياكلوا الصومة وهما زعما مرتاحين زعما والدي ما يعطيهم الحوت ياكلوا ويبقاو مهنيين من جيتهم. المهم حنا غندوزو من فيديو اخر واحد اللقطه اخرى. وبالنسبه للثمن ديال الصومة ديماس راه داير ما بين 110 درهم و 120 درهم الكيلو. يلا تحياتي لكم وكملوا معنا الفيديو وما تنساوش ليا جيم واللي ما ابونيتش ابونا. يلا تحياتي لكم. انا رشيد سير الله المنقاش ياك هنا التاف الا العجيبه سير الله. دابا هادي كنحيدوا لها هذوك الشوكات اللي فيها. والله زين ثلاثه حمزه جاب واحد ديالها واحد صيفطناه خمسه سير. كيبقى تابع هاد العمليه حتى لحد هنا حتى لهنايا وكيتحبس السوق حتى لعند النص. نعم الله 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 سير هاودي اخويا. دابا ناكل وانا مغمض عيني يا خويا رفقي. لا والله الا كنت دابا هو بدا تاكل تغمض عينك وتحلها وهذيك الساعه قول بسم الله بسم الله سير هاودي اخويا. الله يعطيك الصحه. ليه ليه سير رفقي ليه حرك فيك شي عظم